السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي، ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام، والنهاردة هنتكلم بناء عن طلب بعض الأصدقاء على القناة. سألوني، قالوا لي إيه تفسير الأرنب في المنام؟ قبل ما أتكلم عن تفسير الأرنب في المنام، الأرنب له دلالات ومعاني كثيرة. قبل ما ندخل في التفاصيل عايزين نعرف ما هي المعاني. الأرنب عموما أول حاجة قد يأتي بأنه رجل مخادع أو صديق غير مخلص أو رجل ضعيف يخشى المواجهة. ده أول معنى من معاني الأرنب. من معاني الأرنب مال ونجاح ومنفعة. من معاني الأرنب أنه قد يأتي أيضا إنجاب ذرية، والذرية دي الأغلبية فيها إناث يعني بنات. من معاني الأرنب قد يأتي هموم ومشاكل وطلاق ومع شديد الأسف. من معاني الأرنب أيضا أنه قد يأتي بمعنى المرأة في المنام أو كثرة الأولاد. دي معاني هنبني عليها اللقاء ده واللقاء اللي بعده واللي بعده، لأن هيبقى عبارة عن 3-4 لقاءات بالكلام عن الأرنب. بالنسبة للأرنب الأبيض في المنام، للرجل شقاوة وتعاسة وطموح غير مشروع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرجل ده هيبقى تعيس في حياته، ودي بشارة أو دلالة إن أنت رجل مرتشي. للأسف الشديد لو شفت في منامك أرنب لونه أبيض، انت رجل قابل للرشوة وللفساد. وبالنسبة للأرنب الأبيض للمرأة، حماقة وسوء تصرف مع الزوج والأهل والأولاد. ده بالنسبة لرؤية الأرنب اللي لونه أبيض. بالنسبة للأرنب اللي لونه أسود، وده بيختلف عن اللون الأبيض، اللون الأبيض مذموم وغير محمود، أما الأسود على خلاف ذلك. بالنسبة للون الأسود بالنسبة للأرنب، لو حضرتك شفت الأرنب في المنام ولونه أسود، ده بيدل على ذكاء حضرتك ونجاح في حياتك وبلوغ أهداف وزوال هموم وأحزان. وكذلك بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للأرنب اللي لونه بني، ده بالنسبة للرجل عزة وكرامة، وبالنسبة للمرأة حب واستقرار، وبالنسبة للحامل سترزق بولد ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. ده كان أول لقاء في رؤية تفسير الأرنب في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.